له دعوة الحق. واذكر كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى مر في الحرم، فجاءه رجل وسأله عن مسألة، فقال له الشيخ: تعرفني؟ انت جيت سألتني تعرفني؟ قال: لا. قال: ليش تسألني؟ قال: شكلك شيخ. قال: شكلك شيخ. يقول، فقال له الشيخ: شوف، هناك مكتب الإفتاء في الحرم، والمكتب عادة يعني ما فيه كبار، فيه طلبة علم يعني. طيب، قال: هناك هذا مكتب الإفتاء، اذهب واسأله. ولم يجبه الشيخ، هذا من باب التربية والتأديب، علمه الطريقة، أنه مو كل واحد تشوفه بالشارع تسأل والله شكلك شيخ وتسأله، ما هو صحيح هذا.